نسأل ريم، هل أنت بتشتغلي يا ريم ولا سيدة منزل؟ لا لا، أما سيدة منزل. وعرفتي بقى إيه اللي خلاكي تتجهي ناحية إنه يزن يشاركك أنشطة كتير، وحاولتي إن أنت تبعديه بعيد بقى عن السوشيال ميديا والشاشات والمشاكل اللي بتواجه كل ولادنا، وإشمعنى اخترتي المطبخ تحديدا كأول نشاط يشاركك فيه؟ هو لا، هو بيشاركني في كذا نشاط، يعني هو المطبخ يعني من كذا الأنشطة اللي أنا بعملها، بس عشان أنا المحتوى بتاعي على الصفحة عندي طبخ، فهو بس يعني باين لكم في الطبخ بس، لكن هو بيعمل نشاطات كتير قوي. والمطبخ ليه بقى بالذات؟ لان هو ليه فوائد كتيره جدا، بيكتسب مهارات كتيره جدا، ايوه المهاره الحركيه، بيكتسب اللغه، لان هو طول ما انا واقفه اقعد اقول له الجزر الخيار من الطبق بالظبط، هنصب الميه، تيجي نقلب نقلب، اقعد اعيد بقى في الكلمه مثلا، في التكنيك كل حاجه. الاستاذ يزن منور لحد ما وصل. هو فين يزن؟ هو فين؟ هو موجود معايا والله، بس ايه بكسف شويه يطلع. قمر ما شاء الله. ممكن ما هو بسم الله ما شاء الله. فوصل بقى للمرحله دي. انا بدل ما يحط الحاجه خدها، معلش ما هي مفيده في الاخر لوبا زي الفول زي الفول. هو بقى لما بدي اتعلم فايده حركيه. لا بص، خدت بالك جاب على طول المنديل اتعلم برضو ان النظافه الشخصيه، ان هو ايه مثلا بالظبط لما بيدلق اللبن يروح ايه جايب المنديل على طول ويمسح، يا اما مثلا نمسك البيضه لا لازم نروح نغسل ايدينا، فده كده برضو اكتسب مهارات واكتسب نظافه شخصيه. حاجه في قبل ما يحط على المقادير رفع على بقه رفع على حاجه صح. طيب يا ريم، ازاي كل ام تتفرج علينا دلوقتي تعمل زيك، وازاي تقنع ولادها انهم يساعدوها مع دخول العيد ده كمان؟ ما عشان كده بقى انا بادئه من بدري، عشان النقطه دي، ان هو لما يكبر يبقى متعود. بس لو الامهات مثلا ما عملتش كده من بدري، اللي يحصل ان هي تحكي معاه، تجيب له مثلا كتب تقراها له. يعني انا قبل اي مناسبه او قبل اي حاجه بقرا اليزن، دي بتفرق قوي معاه، ان هو يقرا عن الحاجه دي ويقول له ايه، احنا كلنا بنتجمع وان العيد ده فرحه، العيد ده حلو قوي، ده احنا كلنا بننظف في البيت، احنا كلنا بننظف البيت، احنا كلنا بنعمل حاجه حلوه عشان العيد جو، فبيبقى بقى مبسوط قوي، ده احنا بننزل نصلي، ده بيبقى فيه بالونه. فيعني هو المفروض ان هو ايه يتهيأ نفسيا، مش مثلا ايه قوم وضب اوضتك. لا، احنا نشارك كلنا الاول في البيت، وبعد كده مع الوقت هو هيقوم، هو هيحس ان في حاجه يعني غلط، هيقوم هو ينظف اوضته، هيقوم هو يعمل حاجته. فدي حاجه مهمه قوي ان هو يبداوا من بدري، ولو ما بداوش من بدري مش مهم، يعني يمهدوا لهم ويلا نشارك، وان العيد ده فرحه ويعني والعيد ده خير، وان احنا هنعمل حاجه حلوه للناس، تفهميه العيد وفوائده بالظبط كده. والله من بدري بيفهموا دلوقتي.